السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. حضرتك سامعني؟ ايوه اسمعك الحمد لله. الله بنعمتك بالصحة والعافية يا رب. وإياكم وإياكم. أريد من حضرتك نصيحة فقط. والله أنصحك بالإكثار من ذكر الله وتتعلم دينك، كتاب ربك وسنة نبيك. أنا بحاول أحفظ القرآن كثيرا، ولكن يعني بلتزم وقت ووقت آخر بيبقى مش عارف ألتزم. والله لا تيأس من رحمة الله، ادع الله بالثبات وصادق صحبة صالحة تعينك على طاعة الله. شكرا. الله يكرمك.